أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن الشرف الأكبر للبلاد هو خدمة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم الخير والسلام على الأمة وسائر البلاد. وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة لدى استقباله القيادات المشاركة في موسم الحج، أكد فيها أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه البلاد المباركة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، مشددا على أن هذا الواجب مصدر فخر للسعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، وستواصل أداء هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه، مستذكرا الشهداء والأبطال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل دينهم وحماية وطنهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. إخواني وأبنائي قادة منسوب القطاعات العسكرية والأمنية، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئكم وجميع المواطنين حجاج بيت الحرام بعيد الأضحى المبارك. سائل المولى سبحانه وتعالى يعيد على الجميع بالخير والبركة. أيها الأخوة، شرف الله سبحانه هذه البلاد المباركة بخادمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، ولم يزل بذل الغالي والنفيس على سبيل في خدمتهم والسار على راحتهم مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيس على يد المؤسس المكان بن عيد رحمه الله، وستواصل أداء هذا الواجب بعون الله وتوفيق. إخواني وأبنائي العسكريين، إن حجاج بيت الله الحرام والعالم كله يشاهد ويلمس ما تبذلونه من جهود وما تقدمونه من خدمات حجاج بيت الله الحرام، وهو واجب عليكم وشرف لكم تنونوا به الأجر بإذن الله.